مشاهد الدفن، دفن الشهداء الذين استشهدوا في العملية الإرهابية التي طالت الكنيسة البطرسية. المسيح في قلوبكم يا رب، وهم راحوا السماء. على أعتاب مقابر الأنبا جنودة ووسط حالة من الحزن والبكاء والعويل، استقبل أهالي ضحايا الحادث الإرهابي شهداءهم الذين راحوا ضحية انفجار الكنيسة البطرسية بالأمس ليرقدوا في مثواهم الأخير. أنا جاية من بيتي، طالعة من بيتي هنا عشان صعبانين عليا دول ولادي وحبايبي. ربنا معاهم ويصبر أهاليهم كلهم يا رب، يعزيهم ويعزينا. احنا بنعزي أسر الشهداء كلهم، وبنطلب من ربنا ان هو يمد ايده للناس المصابين في المستشفى ويرجعهم بيوتهم بالسلامة. واحنا مبسوطين جدا ان هم فعلا في السماء، وكنا بنتمنى ان احنا فعلا نكون معاهم ونروح السماء، نخطف السماء فعلا زيهم زي ما هم خطفوها كده. من اعظم واروع نماذج الاستشهاد ان الواحد يستشهد وهو بيصلي. الأمن كان بيخش يفتش لكن ما فتش. الأمن كان قبل ما حد يخش يقول له فين صليبك، فين بطاقتك، فين هويتك، ما فتش. ربنا عليه خلاص الحق. أنا شخصيا من ساعة ما سمعت خبر إنهم هيكونوا عندنا في الدير أنا فرحت جدا، وحسيت انهم هيكونوا سبب بركه لانهم فعلا شهداء، ولانهم خرجوا من القداس على الارض للقداس في السماء. الله قادر انه يشتغل فيكم، اولا يفتح ذهنكم بالمحبه، ثانيا يعرفكم انتوا عملتوا ايه. لكن حتى اذا كانت نيتهم شر، يعني احنا خدنا بركه من الشر ده، ان زاد لينا رصيد في السماء 25 شهيد حقيقيين بدون مجامله، وما زال العدد احتمال يزيد.